رفع يده في محفل الكبار ليقرأ سورة الشمس، فأخذ بقلوب السامعين، وباتت له المحافل للقرآن الكريم مرتعة، إلى أن انساب إلى دورات العتبة العباسية المقدسة كمتدرب يكتب أسفل كل استبيان: حبذا لو أوفق لأن أكون خادما للعباس. نرحب بخادم العميد ومقرئ العتبة العباسية المقدسة المتسابق محمد رضا سلمان الزبيدي من العراق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. صدق الله العلي العظيم. تقبل الله أعمالكم مشاهدين الكرام، حياكم الله. كنا مع المتسابق محمد رضا سلمان من العراق، شكرا جزيلا لكم وطيب الله أنفاسكم على هذه التلاوة الطيبة. سيد كريم موسوي تفضل. ليش بدأت بي أنا؟ عندي سؤال يعني. أحبك هواي. الله يخليك. الله يسترك إن شاء الله. حبيب محمد رضا. حبيب أستاذنا. يعني أنا أشوف أن تكلف كان عندك من أول التلاوة زيان. يعني هسه ليش ما أعرف. أي شيء اللي الملفت كان أنت كنت تخلي غلاف عراقي لأدائك المصري، هذا حبيته يعني. كان غلاف عراقي اخترته وخليت عليه بعض الآيات، فهذا كان ملفت إلي. و سرعة تلاوتك كانت بطيئة بشكل يعني احنا كنا ننتظر، فالتلاوة شوي سرعتك تكون أسرع من الشيء اللي انت قريته، فشكرا على وجودك. الله يحفظك. الله يسترك إن شاء الله. الشيخ عمر تفضل. الشيخ محمد رضا من العراق، وما أدراك ما العراق؟ الله يحفظك. بلد الإقراء والقرآن. الله يسلمك. فخمسة قراء من العراق، من القراء العشر في القراءات العشر، وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة، ونزيد البصريان كذلك، لدينا أبو عمرو البصري، وكذلك لدينا خلف البزار العاشر. نعم، فلدينا عشرة من العراق، ونزيد كذلك يعقوب الحضرمي، يعني لو زدنا يعقوب الحضرمي لدينا ستة قراء من العراق. فالعراق مهد القراءات ومهد القرآن وانطلاق قراءات القرآن الكريم، والعربية بلاد الحضارات، والعربية سيبويه وغيره، مدارس اللغة العربية، كوفة البصرة. فالعراق بلد العلم وبلد الحضارات، فنحن في بلد الحضارة وبلد العلم وبلد القرآن والإقراء، فلذلك لا غريب أن ينشأ من العراقيين من يجيدون قراءة القرآن ويتقنون قراءته كمحمد رضا سلمان. إذن كانت قراءتك ماتعة رائعة جدا، ذكرتنا بعهود القراء السابقين وبعبق التاريخ في الإقراء في العراق، فكنت رائعا جدا. فنسأل الله لك التوفيق إن شاء الله والثبات، وأن تبلغ القرآن بإذن الله تعالى، وتكون امتدادا لمن كان قبلنا من القراء في العراق وفي العالم الإسلامي كله. نسأل الله ذلك. الله السيد حسنياً تقييمكم.
والله يعني أستاذ وبعد السيد حسنين أستاذ وبعد. نعم. إذن ما أعلق. الأستاذ والتلميذ. والله محمد صراحة يعني أنا أفتخر بي كثير محمد. مفخرة لنا جميعا. ودائما بس اليوم لا اليوم أنا ما راضي عليه. رغم أنه محمد بإيجابية كبيرة مثل ما أشار لها السيد كريم اللي هي جرأة إدخال شيء غير معهود. طبعا مو شيء يعني غير ما لا يعني لا ما تستسيغ غير الإرم. مستسغ نعم. لا استطاع أن يدخل الطريقة العراقية مزيج يعني مزيجة مزج مصرها العراقية نعم. مصرها سيدها الجملة صحيحة مزجة حلوة يعني. فبالتالي هذه جرأة يعني ما أعتقد سبق أحد لأنه تقريبا صار لفد 10 سنوات أو أكثر هذه محاولاته كانت لكن في الآونة الأخيرة أدخلها بالمسابقات بشكل رسمي. فعلى ما أظن هو أول قارئ من شبابنا العراقيين يدخل هذه الطريقة بهالطريقة هذه. ولكن محمد اليوم أحسه ما كلش جاهز اليوم صحيح. اليوم اليوم صحيح. تحديدا صحيح. كيفك بعد أترك التعليق لأستاذ عماد. الله يبارك فيك استاذ لا ترد عليهم والله انت كنت رائع الله يحفظك والله رائع هاي ايجابيه ما فيها شيء سيد حسنين لا في شغلات مثلا مثل اللي حكاها الاستاذ كريم انه كنت بطيء بالاول انا فكرت هيك الصوت بس لما صعدت بالجواب واخذت راحتك كنت اكثر من رائع الله يحفظك وانتقالك بين المقامات كان جيد جدا نعم وأنا عجبتني كتير بارتجالك أنت ارتجلت وبهنيك على متابع مسيرتك لا ترد عليهم بس عندي سؤال واحد لمحمد قل له تنزلت سوريا رح يقول لك إيه قل له أي الآثار رحيت أي الأماكن رحيت اسمعني رح يعدد لك المطاعم والحمام السوق عافية بالضبط الشيخ محمد أصفر إن شاء الله موفق الله يحفظك أستاذنا الله يخليك هنيئا هنيئا مريئا يعني هذا العطاء وهنيئا أيضا خدمتك لي أبو الفضل العباس شيخنا وأنا صراحة أولا أضم صوتي لصوت أستاذ عماد نعم. فعلا ما ترد عليهم والله خطراء بالنسبة لي هاي أول شيء الله يسلمك شيخنا شيء الثاني أنه الصوت أمانة نعم. والعين أمانة واللسان أمانة والسمع أمانة الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وخير أهل للأمانة هم النبي وأهل بيته لأن النبي هو المعلم الأول للبشرية وإذا تنظر في أساندنا مثلا إسنادي أنا أو إسناد الدكتور المعلم الأول وصاحب الإسناد الأول وأول من هو في السلسلة الإسناد عندنا النبي الأكرم صلى الله عليه فهو المعلم الأول للبشرية نعم. وأهل البيت الطاهرين لأن معظم الأسانيد أيضا تمتد إلى الإمام علي عليه السلام وأصحاب النبي الكرام فهم أهل الأمانة فأنا أهنئك على أن اخترت خدمة بالفضل العباس منذ نعومة أظفارك وأنا يمكن التقيت بكم نعم. في الدار سنة 2019 صحيح. أظن صح. منذ نعومة أظفارك وأنتم تتمنون هذا الشيء والحمد لله الله تفضل عليكم فأنا محتار أهنئك بإيه ولا بإيه ولا الله بإيه الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذا الفضل رحم الله والديك الله. بارك الله بك حبيبي شيخنا شكرا جزيلا دكتور باسم أختم معكم بارك الله بكم محمد شيخنا حبيبي الله يحفظكم إن شاء الله أبونا هنيئا لكم الله يحفظك وقفتم في مورد كان ينبغي لكم أن تجتازوه وكان وقفا ناقصا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد كان يفترض أن تقفوا على هذه الكلمة حتى يكتمل المعنى بهذه الصورة هذا أولا ثانيا في قوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون إن شاء الله أنت من الفريق الفائز هذه الآية فيها دلالتان فيها مجموعتان مجموعة تختلف عن الأخرى الأولى هي تلتزم بالقيم ذات منهج ذات فكر واحد ذات اتجاه إيجابي والأخرى طبعا هذه في الدنيا والآخرة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة فأصحاب الجنة هم الذين يتحدون في المنهج في الفكر ويؤسسون للفكر الإيجابي الفكر المنفتح الفكر الرصين والأصيل في مقابل الآخرين الذين يؤسسون لمنهج إسقاطي منهج تدميري للاجتماع للمجتمع وللفرد إن شاء الله أنتم والإخوة والمشاهدين كلنا جميعا ضمن إطار هذا المنهج الجميل المنهج الإيجابي آمين. الفائزون إن شاء الله آمين. أنتم من الفائزين شكرا لكم شكرا جزيلا استاذ نفحات من الطمأنينة تجتاحنا كلما يهب علينا نسيم ذكر الله
محمد رضا سلمان مثلت العراق خير تمثيل. الله يحفظك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا استاذنا حبيبي، الله يخليك. شكرا جزيلا حبيبي.